مقبله. عفوا، ايضا كابتن ادي المهندس محمود طاهر وهو ذاهب عفوا الى المؤتمر الصحفي. ايضا عماد متعب بيتعافى وبيشارك في التدريبات. حين يلعب النادي الأهلي وحين يبني وحين يحارب دفاعاً عن حق أو حلم أو خطوة، يلجأ دائماً إلى أعضائه وجماهيره باعتبارهم السند الحقيقي والأول للنادي الأهلي طول الوقت. ومع هؤلاء يلجأ النادي الأهلي لإعلام يحترم النادي الأهلي ويحترمه النادي الأهلي مهما تباينت واختلفت وجهات النظر والرؤى والآراء. واليوم نحن نلتقي بإعلام الرياضة المصري لطرح وجهة نظر النادي الأهلي. والأهلي ليس في حالة حرب أو عداء مع أحد. الأهلي يدافع عن حقه ويدافع عن ماضيه وكبريائه ومستقبله. قبل ما أترك الكلمة للمهندس محمود طاهر، عايز ارحب بكل زملائي الاعلاميين، عايز ارحب باعضاء النادي الاهلي، عايز ارحب بكل الضيوف الكبار اللي شرفوا النادي الاهلي، وعايز اطلب من زملائي اثناء كلمه المهندس محمود طاهر، هو هيشرح كل شيء يتعلق بهذه الازمه سواء الخاصه بالقانون او اللائحه، انه لو في اي استفسار او سؤال في ورقه يكتبه، وبعد ما ينتهي المهندس محمود طاهر من كلمته سنطرح كل الأسئلة دون أي حرج دون أي موانع، والمهندس محمود طاهر هيتفضل بالإجابة على كل الأسئلة. والآن الكلمة مع المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. ياسر، أنا هاخد الميكروفون ده ولا هتكلم هنا؟ موجود يعني كده مسموع الكلام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا السلام عليكم. بشكركم على حضوركم في بيتكم في النادي الاهلي. الحقيقه اثير لغط شديد جدا في الفتره اللي فاتت من وجهه نظرنا ملوش اي لازمه وملوش اي اساس من الصحه. احب اوضح نقط مهمة جدا في بداية الحديث. ان النادي الاهلي ومجلس ادارته ليس على خلاف مع احد وليس في عداء مع احد. النادي الاهلي له وجهة نظر بيعلنها في كل حتة بمنتهى الوضوح وبمنتهى الشفافية وبمنتهى الصراحة. هو النادي الاهلي لم يدخل معارك زي ما هو متصور في الفترة الأخيرة، إنه النادي الأهلي داخل معركة شوية مع اللجنة الأولمبية شوية مع وزارة الشباب والرياضة. هذا غير صحيح تماما. النادي الأهلي بيطالب بحقه في وضع لائحته، وكان له وجهة نظر في حاجات كتير جدا هنبتديها دلوقتي واحدة واحدة وهنمشي بالتسلسل عشان الناس تبقى فاهمة والإعلام يبقى فاهم أنه النادي الأهلي لم يكن في يوم من الأيام طرف في نزاع. النادي الأهلي بيحاول يرسي أمور منطقية جدا تتناسب مع قيمته وقدره، وليس له أي مطالب غير المطالب المشروعة والعادلة اللي تخليه يحافظ على استقراره ويحافظ على الكيان اللي مبني من 1907 حتى اليوم،
وأن لا يكون مجلس الإدارة مسؤولا عن التقاعس في المطالبة بحقوق النادي الأهلي. خلونا نبتدي. أنا مش عايز أطول عليكم قوي، إنما أنا عايز أبتدي بقانون الرياضة. قانون الرياضة صدر وهو شيء محمود جدا، وشيء كلنا كنا بنسعى إليه بقالنا سنين طويلة، وبنحس الدولة على إصدار قانون الرياضة. والحقيقة قانون الرياضة طالع فيه إيجابيات كثيرة جدا جدا، وفي حاجات رائعة من وجهة نظرنا ومن وجهة النظر المنصفين كلهم، إنما هناك فيه تشابكات كثيرة جدا، وفي عوار في حتت معينة. وإحنا قلنا هذا الكلام عند لقائنا بالسيد الوزير في مجلس الشعب، وهو قال يا جماعة إحنا عارفين إن القانون فيه حاجات إحنا بنحذر منها، إحنا كنادي أهلي بنحذر إنه عند تطبيق هذا القانون هيحصل ملابسات كتير جدا هتؤدي إلى إشكاليات ولن تساهم في نهضة المسيرة الرياضية. فده اللي إحنا كنا بنتكلم فيه. أولا إيه الغرض من القانون؟ يعني ليه الناس كلها كانت بتطالب بالقانون؟ القانون كان الغرض منه 4-5 حاجات. أول حاجة إنه ما يبقاش فيه تدخل حكومي، ودي حاجة محمودة جدا للدولة إن هي بتصدر قانون لا تدخل حكومي فيه، بالرغم من إنه في بعض المواد بتشدد في التدخل الحكومي. فإبعاد التدخل الحكومي كان أول حاجة نتيجة العلاقة مع اللجنة الأولمبية الدولية والمواثيق الأولمبية وكل هذا الكلام. السبب الثاني للقانون وفي رأيي أنه هو أهم حاجة، كان تعظيم دور الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية، وهي دي أساس الموضوع. يعني هو ده أساس الموضوع، لأنه كان ترسيخ الديمقراطية في قانون الرياضة كان هو ده اللي مطلوب، وهو ترسيخ الديمقراطية اللي بتطالب بيها الدولة في كل حاجة مش بس في قانون الرياضة. فكان عندنا ترسيخ الديمقراطية، تعظيم دور الجمعيات العمومية، إبعاد التدخل الحكومي، تشجيع الاستثمار في مجال الرياضة. ده كان من الأسباب الرئيسية لإصدار هذا القانون. الحاجة المهمة جدا من وجهة نظرنا أنه لائحة النادي الأهلي اللي صدرت سنة 1907 قبل تشكيل اللجنة الأولمبية في 1910، النادي الأهلي كان عنده لائحة، وكان عنده لائحته الخاصة، ولا كان في قانون، ولا كان في وزارة رياضة، ولا كان في لجنة أولمبية، وكان النادي الأهلي له لائحته، وهو ما نصر عليه أن يكون للنادي الأهلي لائحته التي تليق به والتي تليق بكيانه، واللي كانت أول لائحة في مصر لأي هيئة رياضية. الخمس نقط دول كانوا هم أساس إصدار القانون. الحقيقة لو كلمنا في إصدار القانون، إحنا كان لنا تحفظ شديد جدا. من الذي أصدر هذا القانون؟ من الذي وضع هذا القانون؟ من الذي ناقش هذا القانون؟ القانون اتناقش في مجلس الشعب واعتمد وتم اعتماده، إنما مين اللي حط القانون ده؟ مين اللي كان مفروض يؤخذ رأيه أو تؤخذ مشورته؟ مش بفرض، إنما للاسترشاد. مين اللي كان لازم يقول القانون ده يصلح ولا لا يصلح؟ هل دار حوار مجتمعي على هذا القانون؟ هل دار حوار بين المعنيين، المؤسسات الرياضية والهيئات الرياضية؟ هل تم استشارة حد فيه؟ هل أخذ رأي أندية؟ وخلونا نتكلم بمنتهى الصراحة، النادي الأهلي ليست شعارات. لما بنقول هو قلعة الرياضة، هو أكبر نادي في الشرق الأوسط وفي أفريقيا وفي الدول العربية. أنا أعتقد أنه إذا كان تم أخذ رأي أحد في هذا القانون ولم يؤخذ رأي النادي الأهلي، فأنا بعتبر أن دي الحقيقة تحسب ضد من وضع هذا القانون. القانون يتم وضعه من الناس المعنيين، من الدولة، من الحكومة، ده حاجة لا خلاف عليها ما نقدرش نتكلم فيها، إنما كان على الأقل يجب أن يؤخذ رأي المعنيين بهذا القانون اللي هيتأثروا تؤثر مباشر. لما بينزل قانون استثمار، الدولة بتجيب المستثمرين وبتسألهم إيه المعوقات اللي عندكم، إيه العقوبات اللي في طريقكم، وعلى أساسه بيوضع هذا القانون. لما يوضع قانون
للرياضة في مصر ولا يدعى له الأندية والمؤسسات الرياضية والاتحادات الرياضية وتناقش في هذا الموضوع، لو حد رد علي وقال لي لا تم استدعاء أندية رياضية أو تم استدعاء اتحادات رياضية لمناقشة هذا القانون ولم يتم استدعاء النادي الأهلي، يبقى لنا تحفظ هنا ولنا وقفة كنادي أهلي، لأنه النادي الأهلي هو اللي بيخرج للرياضة المصرية أكبر قدر من لاعبي المنتخبات ولاعبي البطولات العالمية بتبقى خارجة من النادي الأهلي. النادي الأهلي هو المفرخ الأول للرياضة المصرية. إذا لم يكن قد أخذ رأيه في هذا الموضوع فهذا أعتقد أنه جانبه الصواب من لم يأخذ رأي النادي الأهلي في هذا الموضوع. خلاص القانون صدر، وزي ما قال وزير الشباب والرياضة احنا في مرحلة انتقالية، احنا عايزين كلنا نقف مع بعض ونزق العجلة عشان تمشي، وبعد كده نبقى نغير اللي احنا عايزين نغيره، وانا بتفق معاه تماما في هذا الموضوع، ما عندناش مشكلة. القانون صدر وهنقف كلنا وراء القانون وهنساند القانون، انما هنساند القانون بصحيحه وبمجمله، انما لنا تحفظات ممكن نقعد نتكلم فيها. الحقيقة انا مش عايز اتكلم فيها دلوقتي بالتفصيل، انما هناك حاجات كتير اعتقد انه في الاسئله هيطلع هذا الكلام وهضطر ارد عليه. هتتضح مشاكل القانون عند التطبيق الفعلي وهيحصل مشاكل كتير، وهي دي اللي احنا ما كناش عايزينها. عايزين كنا لما ينزل قانون يبقى خلاص الامور بقت سلسه والطريق ممهد لنهضه رياضيه شامله، كما نطمع جميعا وكما نطمح انه يحصل نهضه رياضيه وكرويه وعلى مستوى جميع الألعاب في البلد. الحقيقة القانون برضو زي ما بنقول الانتقادات بتاعتنا، بنقول هناك إيجابيات رائعة في هذا القانون، ومنها إعفاءات الأندية ومنها إعفاءات ضريبية ومنها تخفيضات في فواتير مية وكهرباء للأندية الرياضية، وهي حاجات عظيمة جدا. إنما الحقيقة هو لا يشجع على الاستثمار الرياضي، لا يشجع على الاستثمار في هذا الموضوع. خلصنا من القانون وتحفظاتنا ممكن نبقى نتكلم فيها في مرحلة لاحقة من الحوار النهاردة، إنما خلاص القانون بما له وما عليه كلنا واقفين وراه وكلنا هنسانده علشان نقدر نمشي العجلة زي ما قال وزير الشباب والرياضة. إنما فوجئنا بعد ذلك بوضع لائحة استرشادية وضعها من وضعها، ما احناش عارفين مين اللي وضع اللائحة الاسترشادية دي وبأي حق يضعها. يعني إذا كان هناك قانون فهناك دولة ولا نتعدى حدودنا في مسؤوليات الدولة تجاه إصدار القانون، إنما لما تنزل لائحة استرشادية للأندية والهيئات الرياضية يجب أن يؤخذ رأي النادي الأهلي فيها. ما ينفعش تنزل لائحة استرشادية النادي الأهلي غير مشارك فيها أو غير ما رأيه ما اتخذش فيها. هذا الكلام غير منطقي، مش عايزين نخش في عواطف وفي النادي الأهلي وكأن النادي الأهلي، إنما كان يجب أن يشارك كل الأندية الرياضية. وهذا الكلام اتقال لي بصفة شخصية من كل المعنيين عن الرياضة في مصر، إنه سيؤخذ رأي الأندية وسيحدث اجتماعات وسيحدث أخذ رأي لكل الأندية والهيئات الرياضية في اللائحة الاسترشادية، لأنه اللائحة الاسترشادية بقى الحقيقة أنا شخصيا مش عارف مين اللي حطها وحطها على أساس إيه. وإذا كان هناك لائحة استرشادية توضع لازم كل الأندية تبقى مشاركة فيها، لأن كل نادي له ظروفه وكل نادي له وضعه، لابد أن يؤخذ من عدد الأعضاء من عدد الفروع من 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 حاجات كتير جدا وعناصر كتير جدا لازم تؤخذ في الاعتبار. ولا يجب، وانا ما لا اقلل من اي نادي او اي كيان رياضي او اي هيئه رياضيه في مصر، انما النادي الاهلي بتقله الاجتماعي والرياضي لابد ان يؤخذ رايه في لائحه استرشاديه بتحدد مستقبل الانديه في مصر او بتحدد مستقبل النادي الاهلي على الاقل. لازم انا ابقى عارف كويس قوي هل هذه اللائحة تتوافق معايا وتتوافق مع أعضاء جمعيتي العمومية وتتوافق مع مقراتي وفروعي ولا ما تتوافقش. ما ينفعش واحد لا يعلم ظروف النادي الأهلي، لا يعلم أسلوب النادي الأهلي في الإدارة،
لا يعلم إمكانيات النادي الأهلي، لا يعلم المعوقات اللي بيواجهها النادي الأهلي، يحط لائحة استرشادية ما لا تناسبنا. قد تناسبنا في بعض النقاط، في دباجات في اللائحة هي في نفس اللوائح اللي اتعملت من سنة 1907. إنما لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي يجب أن تضعها الجمعية العمومية للنادي الأهلي ممثلة في مجلس الإدارة. هذا الكلام ما بقولوش ارتجالا، هذا الكلام هو اللي ماشي على مدار سنوات طويلة وعلى مدار قرن من الزمان. ما ينفعش النهاردة يجي حد يفرض عليا لائحة استرشادية وهي ليست لائحة استرشادية، هي لائحة إجبارية، لأنه ما تم وضعه في هذه اللائحة يجبر الأندية، ما تم وضعه من شروط تعجيزية في اعتماد هذه اللائحة، الحقيقة خلينا نقف ونفكر كتير قوي هو ليه كده، ليه اللي بيحصل ده. يعني الحقيقة الواحد لما بيخش في التفاصيل بيلاقي انه لا، اللي حط اللائحة دي لم يقدر ظروف لا الهيئات ولا الأندية ولا المؤسسات الرياضية في مصر، هو حطها من وجهة نظر مصمتة واحدة بالنسبة له هو. هو مين اللي قال ان لائحة النادي الأهلي هتخالف المواثيق الأولمبية؟ ومين اللي قال وهي فين المواثيق الأولمبية؟ والمواثيق الأولمبية دي تعني بالنسبة لي أنا إيه؟ المواثيق الأولمبية كلمة بتستخدم للحقيقة مش عايز لترويع الأندية وللأعضاء. نحن لا نخالف المواثيق الأولمبية من قبل ما يبقى فيه قانون رياضة، ومن قبل ما يبقى فيه وزارة شباب ورياضة، ومن قبل ما يبقى فيه أي جهات بتشرف، من قبل ما يبقى فيه لجنة أولمبية في مصر. واحنا بنتبع المواثيق الاولمبيه اللي هي عدم التفرقه بسبب الجنس واللون والدين وكل هذا الكلام، هي دي المواثيق الاولمبيه. انما المواثيق الاولمبيه لا ليست معنيه على الاطلاق بوضع نظام اساسي للائحه للنادي او للهيئه الرياضيه ولا تتدخل في شؤونها. بالعكس، المواثيق الاولمبيه بتقول يحظر التدخل من اي سلطه، مش من الحكومه بس، من اي سلطه بما فيها اللجنه الاولمبيه في شؤون الأندية والاتحادات الرياضية. اللجنة الأولمبية الدولية بتحذر من الفيفا، بيبعت جوابات رسمية أو في من ضمن اللوائح بتاعته بيحس الاتحادات الإقليمية على ضمان استقلالية الجمعيات العمومية وعدم التدخل في شؤونها. فيبقى إذن إحنا بنستخدم اللجنة الأولمبية أو المواثيق الأولمبية في حاجة وبنستبعدها في حاجة تانية. ده الميثاق الأولمبي مداش الحق للجنة الأولمبية المصرية لوضع لوائح. الميثاق الأولمبي بيعطي الجمعيات العمومية هذا الحق. اللجنة الأولمبية المصرية ليس لها حق التدخل في لوائح النادي الأهلي أو في تدخل في أي لوائح تخص اتحادات. لا تستطيع اللجنة الأولمبية التدخل في شؤون الاتحادات مش الأندية. فلأول مرة بنسمع أن اللجنة الأولمبية لها علاقة مباشرة بالأندية. هي طول عمرها حتى بمفهومنا الخاطئ كان لها علاقة بالاتحادات وبتشرف على الاتحادات في إطار تنظيمي وليس لوضع لوائح. وأنا هسأل سؤال بطريقة مختلفة، هل اللجنة الأولمبية الدولية تستطيع أن تفرض على أي اتحاد دولي سلة يد طايرة كورة إنه يحط لوائحه كما تضعها اللجنة الأولمبية؟ أنا يعني الحقيقة مستغرب جدا، لأن هذا هو الوضع الحالي اللي احنا فيه. خلينا نتكلم يعني أنا برضو الميثاق الأولمبي حذر من تدخل أي سلطة في أعمال الجمعيات العمومية للهيئات أو المؤسسات الرياضية بما فيها اللجان الأولمبية نفسها. اللجنة الأولمبية المصرية ليس لها الحق في التدخل لأنها سلطة، هذه السلطة ليس لها حق التدخل في الاتحادات. النقطة الخطيرة برضو في هذا، وهنخوض برضو في اللائحة الاسترشادية وهنقول تحفظاتنا احنا عليها ايه. النقطة الأخيرة لأنها مذكورة في قانون الرياضة وهي مركز التسوية والتحكيم. مركز التسوية والتحكيم تم تشكيله مؤخرا برئاسة السيد رئيس اللجنة الأولمبية، وهذا كلام يتعارض مع المنطق ومع الواقع ومع كل المواثيق الأولمبية والغير أولمبية. لا يصح أن يكون رئيس اللجنة الأولمبية رئيسا للمركز التسوية والتحكيم. مركز التسوية والتحكيم ده يجب أن يكون
مركز مستقل من قانونيين، وهناك اتفاقات، اي حد يخش على النت ويطلع الاي كاس والكاس المحكمة الرياضية الدولية يطلع القوانين بتاعتهم ولوائحهم. هي هيئة مستقلة تماما، وفي اتفاق باريس سنة 94 قانون نزل، قانون الرياضة الدولية او العرف الرياضي الدولي، ومصر موقعة على هذا الاتفاق، ان يكون ان تكون المحكمة الرياضية الدولية مستقلة تماما عن جميع الاتحادات وجميع اللجان الأولمبية. في مادة 68 من القانون، مجلس إدارة تشكيل مجلس إدارة المركز التسوية والتحكيم برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية. طب أنا لو عندي مشكلة مع اللجنة الأولمبية واروح أشتكي المركز التسوية والتحكيم اللي أنا عندي مشكلة مع رئيسه، كيف سيكون الوضع؟ ده في مادة في اللائحة الاسترشادية بتقول إذا ما نفذتش قرارات مركز التسوية والتحكيم يعد المجلس منحلا، مجلس إدارة. مين اللي حله وبقرار من مين؟ يعني مين اللي حل مجلس إدارة منتخبة جمعية عمومية عشان ما نفذش؟ لأن أنا لسه عندي المحكمة الرياضية الدولية، أنا ممكن أشتكي مركز التسوية والتحكيم اللي هنا في المحكمة الرياضية الدولية، إزاي يجبرني؟ ده في القانون، وهي دي الخطورة، هي دي من الحاجات اللي احنا بنقول عليها في القانون هتعمل مشاكل كتير. انا لو طبقا للقانون المصري تقدمت بـ 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 في في خلاف بيني وبين اللجنة الأولمبية المصرية بما لها من سلطات النهاردة اخدتها دون وجه حق على الأندية، يعتبر هذا المجلس منحل اذا لم ينفذ قرارات مركز التسوية والتحكيم. ده طبعا كلام الحقيقة أنا مش عارف من وضعه، حطه بناء على إيه، رغم أن أنا لسه عندي درجة تقاضي أعلى، يعني أنا لسه ممكن أروح أختلف مع مركز التسوية والتحكيم هنا وأروح مع المحكمة الرياضية الدولية. هذا الكلام الحقيقة فيه تناقضات كتير قوي، فيه تناقضات في مواد بتناقض بعضها في القانون، وفيه في اللائحة الاسترشادية حاجات نحن نرفضها تماما الحقيقة، لأن هي يعني هنتكلم في اللائحة الاسترشادية دلوقتي، إنما هناك بند في منتهى الخطورة لم ينتبه إليه أحد وما اتكلمش فيه في اللائحة الاسترشادية. سيبكوا بقى من أي نقاط خلافية أخرى، اللائحة الاسترشادية لو لم تعتمد اللائحة المقدمة من مجلس إدارة النادي الأهلي للجمعية العمومية واعتمدت اللائحة الاسترشادية بالنسبة للنادي الأهلي، في هذه الحالة من حق اللجنة الأولمبية المصرية أن تغير ما بدأ لها في هذه اللائحة دون الرجوع لأي أحد. يعني اللائحة الاسترشادية دي تفصيل لحساب اللجنة الأولمبية، اللجنة الأولمبية تعمل فيها زي ما هي عايزة. بعد ما تعتمد، لو اعتمدنا اللائحة الاسترشادية بتاعة اللجنة الأولمبية للجمعية العمومية في النادي الأهلي نتيجة عدم اكتمال النصاب أو نتيجة أي ظروف أخرى، من حق اللجنة الأولمبية في أي وقت إنها تغير زي ما هي عايزة أي بند من بنود هذه اللائحة الاسترشادية. ده طبعا كلام غير مقبول، إحنا مش قابلينه الحقيقة، بنقول إنه ده كلام مش صح، وأعتقد إنه مش صح. عايزين نوضح الأمور دي كلها. خلافاتنا مع اللجنة الأولمبية خلافات في وجهات النظر، لهم وجهة نظرهم، لها كل الاحترام. الحقيقة برضو احنا لما بنيجي نناقش اللائحة، وزير الشباب والرياضة بيطلع يدافع عن اللائحة او يتكلم في اللائحة، ولما بنيجي نناقش وزير الشباب والرياضة بيقول انا ماليش دعوة باللائحة، اللائحة دي تابعة للجنة الأولمبية. فانا الحقيقة دلوقتي كنادي او كمؤسسة رياضية في مصر، انا مش عارف من هو المسؤول عن هذه اللائحة الاسترشادية، أناقش مين، أتكلم مع مين. وهنيجي للنقطة دي دلوقتي حالا، في حتة ما أثير برضو إعلاميا عن زيارة النادي الأهلي لمجلس الشعب. اتقال كلام كتير، وليه النادي الأهلي يروح مجلس الشعب، والنادي الأهلي فشل في إيضاح وجهة نظره في مجلس الشعب. هذا كلام غير حقيقي بالمرة. احنا رحنا مجلس الشعب بناء على دعوة من السيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس الشعب.
في مكالمة تليفونية بينه وبيني، وكان بيكلمني وحتى قال لي أنا عضو في النادي الأهلي. قلت له يا دكتور علي ينفع تبقى عضو في النادي الأهلي وتقبل أن توضع لك لائحة كعضو في النادي الأهلي أنت مش راضي عنها؟ قال لي لا. وأنا طبعا الكلام ده كله كان المهندس فرج عامر في خارج مصر في هذا التوقيت. قال لي أول ما يرجع المهندس فرج عامر احنا هنعمل اجتماع ونجيب الأندية ونناقشها في طلباتها، وهو كلام المحترم كرئيس مجلس الشعب بيدافع عن حقوق الشعب يعني، وبيدافع عن حقوق الهيئات الرياضية اللي صدر لها قانون، وانا كنت بكلمه في اللائحة الاستشهادية ما كناش بنتكلم في القانون لان القانون كان تم اعتماده. اللائحة الاستشهادية قال لي لا، اول ما هيرجع المهندس فرج عامر هنعمل اجتماع وهندعوكم تيجوا تقعدوا تتكلموا كل الأندية. قلت له دي حاجة عظيمة جدا ومبادرة جميلة منك واحنا متشكرين جدا على هذا الكلام. الحقيقة الكلام ده كان في رمضان. فوجئت بعد رمضان مباشرة انه قد تم تحديد معاد يوم 3 يوليو لاجتماع الأندية بلجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب. وفوجئت يوم 2 يوليو احنا لم تصلنا اي دعوة، لم تصلنا اي حاجة، محدش قال لنا الاجتماع قائم او غير قائم، فخلاص يعني انا استنيت لما يجي حاجة رسمية. لم تأتنا اي حاجة رسمية تقول لنا في اجتماع ولا مش في اجتماع، لحد يوم 2 يوليو بالليل لما فوجئت بمكالمة من السيد الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بيقول يا باشمهندس احنا مستنيينك بكرة ان شاء الله، هناك اجتماع الساعة 12 في لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب. قلت له يا دكتور محمود أنا ما عنديش فكرة عن هذا الموضوع. قال لي لا، ده الكلام ده مترتب والدعوات أرسلت قبل العيد. الكلام ده كان بعد العيد بكذا يوم، العيد كان يوم 27 أو 26 الكلام ده. قال لي احنا اتبعتت الدعوات قبل العيد بأسبوع على وزارة الشباب والرياضة لأن أنا ماليش حق أن أنا أخطبك مباشرة أو أخاطب الأندية كلها، فأنا ببعت الدعوات دي أو ببعت الكلام ده لوزارة الشباب والرياضة، وزارة الشباب والرياضة هي اللي بتخاطب الأندية وبتبلغهم بهذا الميعاد. لم يتم إبلاغنا بحاجة، لم تصلنا أي دعوات. يوم 2 يوليو الدكتور محمود حسين قال لي لا، ده احنا في اجتماع بكرة وما ينفعش الاجتماع ده يحصل والنادي الأهلي ما بقاش فيه، ده الاجتماع ده معمول بناء على المكالمة اللي تمت بينك وبين الدكتورة رئيس مجلس الشعب. فالحقيقة يعني كان موقف في منتهى الـ 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 الإحراج بالنسبة لنا، هل نروح ولا ما نروحش؟ وكيل لجنة الشباب والرياضة بيكلمني بيقول لي الاجتماع قائم، النادي الأهلي بعد ما هو له مطالب ما يروحش، كان هيبقى موقفنا مش كويس. رحنا الاجتماع في مجلس الشعب، والحقيقة كانت بالنسبة لنا برضو داخل مجلس الشعب صدمة من ناحية أنه فوجئنا أنه 3 أندية هي اللي موجودة، وأنه ما فيش حد من المعنيين، وأنه السيد رئيس اللجنة الأولمبية غير متواجد، اللي احنا مفروض رايحين نناقش اللائحة اللي هو حاططها غير متواجد في اجتماع اللجنة، وقاعد على المنصة المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة ومعالي الوزير خالد عبد العزيز، وثلاث أندية، النادي الأهلي ونادي الزهور ونادي آخر من الغربية. الحقيقة يعني احنا ما فهمناش طب هو ايه لزوم الاجتماع ورئيس اللجنة الأولمبية غير موجود او غير متواجد اي حد من اللجنة الأولمبية. وبدأنا نتكلم عموما يعني خلاص بقينا في امر واقع، احنا جوه داخل بيت الأمة لازم نتكلم ونقول رأينا. فاتكلمنا في مواضيع النصاب ومواضيع اللائحة الاسترشادية وتحفظاتنا على اللائحة الاسترشادية، وكان مشكورا السيد الوزير بيرد على كل نقطة من وجهة نظره. برضو انا ما كنتش فاهم السيد الوزير بيرد على اللائحة الاسترشادية اللي حطها اللجنة الأولمبية ليه، يعني ما علاقة السيد وزير الشباب والرياضة باللائحة الاسترشادية؟ أنا الموضوع ده ما كنتش فاهمه. إنما بما يربطنا من علاقات جميلة ورائعة مع السيد وزير الشباب والرياضة دخلنا في الحوار معاه، وللأسف تدخل ناس من أعضاء مجلس الشعب، أنا ما أعرفش هم مين كانوا حاضرين حتى بصفاتهم إيه أنا مش عارف. ولما كنا بنتكلم في موضوع النصاب
احد السادة اعضاء مجلس الشعب الذين لهم كل الاحترام، دول اللي احنا مختارينهم، طلع قال المجلس اللي ما يعرفش يجيب 10% او 12500 عضو يقفل الدكان ويروح. والحقيقه كان معايا ويشاركني في هذا الموضوع الاخ عماد وحيد عضو مجلس الاداره، لم يقبل هذه الاساءه ولم نقبل هذه الاساءه، وحصل انفعال من الطرفين، والانفعال هذه طبعا الامور كبرت في الاعلام وخناقات. هو لم يحدث خناق، هو حصل انفعال ان الاستاذ عماد وحيد قال له انا لا اقبل المساس بالنادي الاهلي ولا بمجلس اداره النادي الاهلي، وبعد كده جالنا ناس اعتذرت وقالت لنا هو لم يكن يقصد الدكان والنادي الاهلي ومجلس اداره، هو لم يكن يقصد ذلك، انما احنا قابلناها لان احنا في مجلس الشعب وان احنا مش عايزين نعمل مشاكل. اتهمنا ان احنا روحنا واتخانقنا وعملنا مشاكل، وهذا كلام غير صحيح. انا بس بوضح نقطتين مهمين جدا لانه اصير فيهم لغط اعلامي. زيارة مجلس الشعب انا شرحتها دلوقتي بتفاصيلها وليه روحنا وكان وجهة نظرنا ايه. والحقيقة في وسط النقاش الاستاذ عماد وحيد قال نقطة كانت مهمة جدا. هو سأل المهندس فرج عامر قال له انتوا وجهتوا الدعوة لكام نادي؟ قال له احنا وجهنا الدعوة لـ30 نادي. قال له حضر منهم كام نادي؟ قال له 3. قال له هذه هي الثقافة الانتخابية في البلد دي، انت عايز ان ازاي اجيب 12500 عضو في شهر اغسطس المصايف قبل العيد مباشرة، جو خانق، ازمات مرورية، ازاي بتخليني بتجبرني على ذلك وانت ما قدرتش تجيب 30 نادي يناقشوا لائحتهم الأساسية، لائحة النظام الأساسي بتاع كل نادي، محدش حتى جه. أنا طبعا معرفش هل تمت دعوة 30 نادي ولا لا، لأن أنا لم تكن تمت دعوتي إلا بمكالمة تليفونية من السيد وكيل لجنة الشباب والرياضة. فدي يعني الحقيقة من النقط اللي خلتنا ما بقيناش فاهمين هو ما الغرض من الاجتماع. الحاجة الثانية وقطعنا بقى خلاص، يعني خلصنا الاجتماع ده في منتصفه وقمنا لأنه لقينا أنه لا جدوى منه، قمنا مشينا. الموضوع الثاني برضو زيارة اللجنة الأولمبية، زيارتي أنا للمهندس هشام حطب في اللجنة الأولمبية. الحقيقة هذه الزيارة تمت بناء على تدخل من الدكتور علاء مشرف. دكتور علاء مشرف احنا كنا تم ترشيحه واختياره للجنة اللي بتحط لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. وبرضو أنا عايز أوضح النقطة دي لأن الدكتور علاء مشرف موقفه محرج لأنه هو نائب رئيس اللجنة الأولمبية وهو عضو ورمز من رموز النادي الأهلي. إحنا لما اخترناه ما اخترناهوش عشان نحطه في وش المدفع، إحنا اخترناه لدرايته باللوائح، لعلاقته باللجنة الأولمبية يقدر يذلل عقبات بالنسبة لنا في اللجنة الأولمبية ويذلل اللجنة الأولمبية عقبات في النادي الأهلي، ويقرب وجهات النظر ويقول لنا رأيه بصفته راجل رئيس اتحاد ونائب رئيس لجنة أولمبية، هيقدر يقول رأيه في هذا الموضوع. وبالمناسبة دي برضو أنا عايز أتكلم على اللجنة التي تم اختيارها لوضع لائحة النظام الأساسي النادي الأهلي. أي نادي بيشكل لجنة بتبقى معظمها من القانونيين لتأكد من مطابقة وقانونية اللائحة عند إصدارها مش لوضع اللائحة، في فرق كبير قوي. اللائحة بتوضع بناء على حاجات كتير قوي، إدارية واقتصادية وعملية وتنفيذية، إنما يجب أن كل هذا السياق يصاغ بصورة قانونية. في هذه الصورة القانونية اخترنا اتنين من أعتقد أنه مش محتاج أتكلم عنهم، الأستاذ رجاء عطية المحامي والدكتور المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، وبرضو الدكتور عبد المجيد محمود تم اختياره لأنه كان عضو مجلس إدارة في النادي الأهلي، راجل عاصر النادي الأهلي وعاصر أعضاء مجالس إدارات وعنده خبرة في هذا الموضوع بالإضافة إلى خبراته القانونية. المستشار الأستاذ رجاء عطية المحامي كان لصياغة القانونية هذا الموضوع، لدرجة أن احنا لما ادينا المستشار الأستاذ رجاء عطية اللائحة بتاعت 2014 اللي النادي الأهلي كان عاملها قال لي لا دي ما تلزمنيش خالص،
دي غير مطابقه لانها محطوطه على القانون القديم. وبعد كده رجع وقال لا هي فيها حاجات كتير كويسه هندخلها. فانا عايز اقول انه راي هذه اللجنه هو مدى قانونيه هذه اللائحه. المستشار محمود جه وقعد معانا هنا وعرف طلباتنا ايه. هو بيصيغ لائحه قانونيه ولا يخترع لائحه. هذه اللجنه لا تخترع لائحه ولا تضع نظاما للنادي الاهلي. هي بتصيغ قانونيه هذه اللائحه اللي بيضعها ناس كتير قوي منهم قانونيين ومنهم اعضاء مجلس اداره ومنهم ادارات تنفيذيه. كل واحد بيقول رايه في هذا الموضوع وبتتحط هذه اللائحه. احنا كان راينا ان تؤخذ لائحه 2014 تقريبا زي ما هي وتطبق على القانون الجديد، يحذف منها اي حاجه تخالف القانون الجديد ويضاف لها اي حاجه قد تزيد من اللائحه وتزيد من قوه اللائحه. لأن الموضوع ده برضو أصير فيه لغط لما الأستاذ رجاء عطية نزل بيان فيما يخص بند الثمان سنوات. اللي أنا عايز أقوله أنه اللجنة دي تقدمت باقتراحاتها ومجلس الإدارة هو الذي له الحق الأصيل وهو الوحيد الذي يقرر اللائحة دي في صورتها النهائية شريطة أن تكون قانونية، وهو ما استدعى وجود الأستاذ رجاء عطية والمستشار أمين محمود والدكتور علاء مشرف للتأكد أن هذه اللائحة قانونية. إنما بنود هذه اللائحة ده نتاج شغل ناس كتير قوي، مش بس أعضاء مجلس إدارة، إدارات تنفيذية، لوائح قديمة، تنقية لوائح قديمة، إضافات على لوائح قديمة، كل هذا الكلام للوضع لائحة تليق بالنادي الأهلي. احنا لا نخترع لائحة، احنا ما بنخترعش حاجة من جديد. اللوائح كلها موجودة واللوائح كلها متشابهة، انما احنا بناخد ما يناسب. لانه الناس بتقول لك الله هو انتوا عاملين دوشة على ايه في اللائحة؟ اللائحة الاسترشادية ايه الفرق بينها وبين اللائحة اللي انتوا عاملينها؟ بغض النظر عن ما الفارق، انما احنا عندنا فروق جوهرية تمسنا احنا كنادي أهلي. لا نقبل أن يوضع لائحة للنادي الأهلي، النادي الأهلي مش مشارك فيها، ده رقم واحد في الموضوع في المعادلة. نمرة اتنين، هناك في مواضيع كتير قوي، النصاب، طريقة الانتخاب، المقرات، كل هذا الكلام ده كلام يخص النادي الأهلي، لا يخص اللجنة الأولمبية. فأنا عايز أقول إنه الأمور لازم تتاخد دون عصبية. إحنا ما عندناش أي حاجة مشكلة في حاجة، إحنا بنعرض وجهة نظرنا وبنقول النادي الأهلي بيطالب بواحد اتنين تلاتة، وحد يرد علينا يقول لنا ليه لأ؟ ليه المطالب دي مش مظبوطة؟ ليه المطالب دي غير قابلة للتحقيق؟ إحنا مطالبنا كلها قابلة للتحقيق، ما عندناش حاجة. إحنا لما بنقول التجنيد مثلا في اللائحة، بند التجنيد يبقى مش واحد حكم عليه ودفع غرامة واخد اعفاء يخش زيه زي الراجل اللي خدم او اللي اعفي طبقا للقانون. احنا قلنا اعفي طبقا للقانون، انما انه يبقى واحد تهرب من التجنيد. وبرضو حصل ردود في هذا الموضوع فيما يخص تحت السن، وتقال طب هو الشباب اللي تحت السن، اللي تحت السن اذا موقفه من التجنيد مش واضح ومؤجل تجنيده ما يقدرش يرشح نفسه ببساطه شديده جدا. انما اذا عنده تاجيل تجنيد، عنده هو يعني احدى الردود اللي اتقالت انه طب وافرض ما عندوش تاجيل تجنيد وهو طالب او هو ايا كان ولسه بيدرس، طب وما الذي سوف يحدث اذا انتخب عضو مجلس اداره وتم استدعاءه للجيش وهو عضو مجلس اداره؟ ايه اللي هيحصل؟ ما هيبقى اذا انا هنا بحط حاجات مش مظبوطه. يعني لابد ان يكون عضو مجلس الاداره عنده من المواصفات اللي تخليه عضو مجلس اداره، ان يكون مصري الجنسيه، ده نمره واحد مثلا من الحاجات اللي مش واضحه في اللائحه الاسترشاديه او ما بتحتمش ذلك. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها،
اعفي منها نتيجه بقى حاجات كتير قوي، اعفي منها نتيجه انه وحيد، نتيجه انه عنده طبيا غير لائق، كل هذا الكلام. انما مش اعفي منها لانه خد حكم في المحكمه واتحكم عليه بغرامه ودفع الغرامه ومش، لا ده لا يليق بيه انه يكون في عضو مجلس اداره في النادي الاهلي. من الحاجات التانية اللي احنا بنتكلم فيها موضوع التجنيد وموضوع اللي اتكلمنا فيه دلوقتي، المؤهل، موضوع المؤهل المتوسط والمؤهل العالي. موضوع المؤهل المتوسط والمؤهل العالي هذا ليس إخلالا من احد على الإطلاق، انما احنا بنقول انه اللي يخش مجلس إدارة النادي الأهلي وبيدير هذا الكيان وهذا الصرح لابد ان يكون على دراية، ولا بد ان يكون عنده من الخبرة وعنده من المؤهلات اللي تؤهله انه يبقى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي او يبقى رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. ما اقدرش اجيب واحد خبراته بمؤهل متوسط تدير النادي الأهلي. الحقيقة مش بالنسبة لنا احنا كنادي أهلي، واحنا استطلعنا اراء كتير جدا في هذا الموضوع، والاغلبية الصح مش الاغلبية الصحيحة، الاجماع على انه لابد ان يكون حاصل على المؤهلة. في حاجات كتير في 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 في, في اللائحه عندنا برضو لو هنتكلم عليها او هرد عليها، انما انا حبيت اتكلم في هذا الموضوع لما بالمناسبه لما اكملتش موضوع اللجنه الاولمبيه. انا لما الدكتور علاء مشرف طلب مني ان احنا نجتمع بالاستاذ هشام حطب وقال لي تحب نقعد بره، قلت له ليه نقعد بره، انا اروح اللجنه الاولمبيه حاجه لا لا لا, لا تعبنا ولا تشن على الاطلاق، انا اروح اللجنه الاولمبيه ولكم كل التقدير والاحترام يا دكتور علاء. ورحت اللجنه الاولمبيه وتحدد معاد وقابلت الدكتور هشام الاستاذ هشام حاطب وكلمته في ثلاث حاجات. قلت له خلاص القانون خلاص، و احنا عندنا نصاب، النصاب ال 12500 هذا تعجيزي، نصاب تعجيزي بالنسبه للنادي الاهلي في ظل التوقيت بتاعه وفي ظل الـ 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 الاجازات الصيفيه وفي ظل الـ الـ العيد جاي، هيبقى جاي مباشره بعد هذا الكلام والناس كلها هتبقى طالعه، اللي مش واخد اجازه صيف هيطلع في الاجازه دي، ففي ظل الـ 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 الجو المحيط وحراره الجو في شهر اغسطس، كل هذا الكلام بيقول انه ما تقدرش تكمل جمعيه عموميه ب 12500 واحد. وليه غيرنا النصاب؟ ما احنا عندنا نصاب الجمعيه العموميه. ليه غيرنا النصاب؟ بغض النظر قال لي النصاب انا ما اعتقدش ان احنا هنقدر نعمل فيه حاجه. قلت له طيب يبقى اذا نحاول نيسر على الناس ان هي تيجي وتقول رايها، احنا عايزين ديمقراطيه وعايزين ترسيخ للديمقراطيه وعايزين تحفيز للجمعيه العموميه، ما نعمل في المقرين عندنا مقر مدينة نصر ومقر الجزيرة، ما نزود عدد الأيام نعمله على يومين، يوم في الجزيرة ويوم في مدينة نصر. الحقيقة الراجل مشكورا قال لي والله احنا ممكن نفكر فيها أو نشوفها، وقلت له عموما أنا جيت وقلت لك اللي عندي وجيت عشان أقول لك إن احنا ما عندناش غضاضة وما عندناش مشكلة إن احنا نقعد نتكلم مع أي حد في حقوق النادي الأهلي وما نريده، والرأي لكم أولا وأخيرا أنتم اللجنة الأولمبية. لم يصلني رد حتى النهاردة في هذا الموضوع، يعني أنا برضو عايز أقول أنه ما وصلناش أي رد النهاردة. ووضحت له أنه من حق اللجنة الأولمبية تغيير أي بند بما هو موجود في اللائحة الاسترشادية، رغم أنه هذا إحنا معترضين عليه تماما، أنا قلت له أنت من حقك يعني انك ترفض تغير لي هذا الكلام ملوش، ما انا كل اللي بعمله انا بحاول اعمل تيسير لاعضاء الجمعيه العموميه ان هم يجوا يصوتوا ونبتدي نعمل ترسيخ لقواعد الديمقراطيه والثقافات الانتخابيه عند الناس عموما ان هي تيجي وتهتم رغم الظروف اللي احنا بنقولها والصيف والكلام ده كله، انما احنا كنا مصرين ان احنا نحفز الجمعيه العموميه. وانا مش فاهم هو ما الذي يضير اي حد في ان تتعمل التصويت على يومين، ايه المشكله بالنسبه لمين؟ دي هتبقى مشكله اداريه عندي انا،
ده انا اللي هبقى مطالب باشراف قضائي يومين وبتنظيم يومين وكل الكلام ده، انما انا بعمله تيسيرا على العضو عشان اقدر اجيبه ويشارك برايه في لائحه ولائحه نظام. ان انا اعمل مقرين، ايه المشكله؟ ايه بالنسبه للجنه الاولمبيه وما يخص اللجنه الاولمبيه في ذلك؟ انا عندي جواب من اللجنه الاولمبيه بيقول تنظم العمليه التصويتيه بما يراه مجلس اداره. طب انت ايه مشكلتك بقى بعد كده؟ كل هذا الكلام انا عايز اقوله برضو، احنا لسنا على خلاف في حاجه مع حد. ده يمكن انت بتعرض الجواب، يعني هذه يمكن الجوابات المتبادله اللي بيننا وبين اللجنه الاولمبيه. لا، الجواب الاولاني يا استاذ. اللي هي الحته اللي عليها الهايلايت تقراها يا ياسر من فضلك. يعني بقى ابص فيها انا ممكن اقرا. جايلنا جواب من اللجنة الأولمبية بتاريخ 9/7/2017 بيقول توضيحا وتيسيرا للإجراءات فيما يخص التسجيل والتصويت على اللائحة المقترحة من مجلس الإدارة يتم تطبيق القواعد التي يراها مجلس الإدارة أو القواعد الآتية. يبقى هو اداني حرية ان انا اخذ القواعد اللي انا عايزها واعملها في جمعيتي العمومية. هو ليس له الحق كأي سلطة أن يتدخل في شؤوني كنادي وكمجلس الإدارة والجمعية العمومية. ده قرار، القرار ده هناخده يا سيادة المستشار يوم الاثنين في مجلس الإدارة. هناخد قرار لأنه وصلنا خطاب، ما احنا وصلنا خطاب احنا ممكن نعملها. وبعدين أفاجأ بإبطال هذه الجمعية العمومية ويجي الناس ويجوا أعضاء الجمعية العمومية. ويجي 12500 ويجي 20000 ونفاجئ بابطال هذا الكلام. ما احنا مش عارفين مين اللي بيبطل ومين اللي بيعمل يا اساتذه المستشار. لا، ما فيش حاجه واضحه يا اساتذه المستشار، وهي دي مشكلتنا. احنا مشكلتنا ان ما فيش حاجه واضحه. احنا هو لو كان واضح، هو ما دور اللجنه الاولمبيه في التدخل في شؤون النادي الاهلي؟ اللجنه الاولمبيه الدوليه طيب ما انا خلاص يعني تقريبا خلاص. يعني انا بس حبيت اتكلم. وفي موضوع ثالث انا اعتقد انه هيبقى فيه كل الاسئله عليه فيما يخص بند الثمان سنوات والاقصاء. انا عايز اقول حاجه واحده بس بالنسبه لكل من زايد على الاقصاء. كل من زايد على الاقصاء فهذه عقليه تآمريه. الحمد لله لا مجلس الإدارة ولا أعضاء النادي الأهلي الحقيقيين اللي بيحبوا هذا الكيان يخطر ببالهم إن هم يحطوا لائحة يقصوا بيها أحد أو يفصلوا لائحة عشان تناسبها. واللي يفكر بالطريقة دي يبقى هو اللي متآمر. وهذا المجلس لم يتعرض مجلس في تاريخ النادي الأهلي لمؤامرات مثل ما تعرض هذا المجلس منذ صبيحة يوم انتخابه بأرقام غير مسبوقة. عشان الناس اللي بتتكلم برضو بتقول مجلس معين، يعني أنا عايز أقول المجلس المعين ده ب 12500 صوت، وأقل واحد في المجلس واخد ضعف عدد الأصوات في المجلس الحالي المعين نتيجة قضايا لا ذنب له فيها ونتيجة إفساد عملية انتخابية غير مسؤول عنها. وإحنا ما زلنا بننادي بإيجاد من هو المسؤول عن إفساد العملية الانتخابية اللي حصلت في انتخابات 2014. بنطالب إن إحنا نعرف مين اللي أفسد هذه العملية اللي وضعنا إحنا كناس نجحت يعني مش عايز أقول بإجماع الجمعية العمومية إنما بشبه إجماع الجمعية العمومية. ومنذ اليوم الأول وتاني يوم صباح يوم الانتخابات او صباح تاني يوم الانتخابات رفعت قضايا لحل هذا المجلس.
وقدنا هذه السفينة، هذا المجلس قاد هذه السفينة في ظل ظروف أعتقد أن كلكم عارفينها وشفتوها، ومجالس معينة ومجالس منتخبة وناس لهم كل الاحترام كانوا أعضاء في المجلس لم يقبلوا أن يكونوا معينين، قبلنا أن نكون معينين من أجل هذا النادي ومن أجل استقرار هذا النادي، وحتى لا نسمح بتدخل أي حد في النادي الأهلي وفي جمعيته العمومية. قبلنا على نفسنا أن احنا نقبل هذا الكلام ونتعرض لهذا الهجوم الشرس علشان استقرار النادي، وعشان النادي ما يحصلش فيه خلل لا إداري ولا تنظيمي ولا سابقة لم تحدث في تاريخ النادي الأهلي. إنما اللي ساب المجلس له كل الاحترام والتقدير لأنه كان له وجهة نظر برضو. إحنا بالمناسبة لو كان هذا المجلس كله استقال إحنا كنا وضعنا الرياضة المصرية كلها في خطر. كان بقى الرياضة المصرية قد تم إيقافها لأنه المجلس أخذ حكم قضائي. كل هذا الكلام ربنا يخليك، خلينا نشكركم الله يخليك متشكرين. إنما أنا بوضح أي بس لقد تحملنا إن إحنا مجلس معين ولجنة معينة ومش عارف وبنسعى للإقصاء وبنفصل لائحة وكل هذا الكلام، دي عقليات لا ترتقي وإحنا مش هننزل لمستوى هذه العقليات ونرد عليها. إنما أنا بوضحها، أحب أوضحها للإعلام ووضحها لأعضاء الجمعية العمومية إنهم ما يبقوا فاهمين إنه المجلس ده بيعمل لصالح كيان النادي الأهلي، اللي الناس دلوقتي بتزايد على كيان النادي الأهلي. في ناس بتطلع تقول وكيان النادي الأهلي وأين كيان النادي الأهلي. أنا بسأله سؤال واحد بس، هل سيادتك يهمك كيان النادي الأهلي أكتر مني أنا، أكتر من أعضاء المجلس اللي مسؤولين عن كيان النادي الأهلي، اللي أي نجاح يحسب ليهم وأي فشل يحسب عليهم؟ أنت قاعد بتتفرج من بره وتقول لي كيان النادي الأهلي؟ كيان النادي الأهلي الحمد لله سيقدم كشف حساب للجمعية العمومية بماذا أنجز هذا المجلس لهذا الكيان علشان نبطل أي حاجة بتحاول تشويه المجلس اللي عانى والمجلس اللي تحمل الكثير وفوق طاقته عشان يشتغل لصالح هذا الكيان فقط لا غير. مجلس إنجازات حي البطولات العربية، ربنا يخلي دوري عام نادي الأهلي فرع على الله بسبب التعيينات، وانت تحملت المسؤولية، انت مجلس الإدارة كله مصر شغال زي الحمد لله. الحمد لله، اشكرك يا كريم. طيب يعني انا كده بس، انا كنت بس، انا معلش انا اطلت عليكم، انا كان لسه عندي حاجات كتير قوي انا كنت هاخوض في بنود القانون وبنود اللائحه الاسترشاديه وبنود اللائحه بتاعتنا. بس انا شايف طبعا اولا الجو حر جدا، والمطالب ان يبقى فيه 12500 واحد في هذا المقر في هذا الجو يوم 25 اغسطس. ما ده قرار هناخده في مجلس الاداره يوم الاثنين ان شاء الله. استاذن حضراتكم اولا في توجيه الشكر للمهندس محمود طاهر على هذا الايضاح. بس انا حبيت يا جماعه اوضح بس النقاط اللي صار فيها جدل ولغط، انما كنت هخش برضو في بند من اللي احنا متحفظين عليه. كله موجود في الاسئله حضرتك. كله موجود في الاسئله. طيب تمام خلاص. انا بس استاذن حضراتكم في البدايه، هو المفترض ان انا اطرح الاسئله بترتيب وردها، لكن في حاله واحده للاستثناء انا بستاذنكم فيها، هي استاذنا كلنا وكبرنا ايضا الحاضر معانا الاستاذ سمير عبد العظيم له سؤال، فانا يعني مش هلتزم بموعد سؤاله يعني لانه اعتزازا بي. هو بيسأل ماذا لو رفضت اللجنة الأولمبية لائحة الأهلي، وما هو الحل، وكيف سيكون موقف الأهلي؟ ماذا لو رفضت اللجنة الأولمبية لائحة الأهلي، حتى لو تم اعتمادها يعني اللائحة الجديدة بتاعتنا، لو جمعية عمومية وافقت عليها واللجنة الأولمبية المصرية رفضت اعتماد هذه اللائحة أو رفضت الاعتراف بها؟ برضو انا استاذ سمير، اولا مساء الفل يا استاذ سمير، ازيك؟ انا الحقيقه
لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها نحن في حالة إظلام تام. ما هو دور اللجنة الأولمبية؟ اللجنة الأولمبية مالها ومال النادي الأهلي؟ اللجنة الأولمبية أعطيت بعض الحقوق في القانون، وبالمناسبة دي ويعني أنا ما كنتش حابب أقول الكلام ده، أنا لازم أقوله الحقيقة عشان تبقى الأمور واضحة. عدد كثير جدا من أعضاء مجلس الشعب قالوا لي أنه هناك بند في القانون أضيف ليلة التصويت على القانون، والناس كتير قوي عارفة هذا الكلام، ولم يكن موجودا أو أضيف بعد التصويت على القانون، لم يكن موجودا حين تمت مناقشة القانون. المادة 4 اللي هي بتعطي اللجنة الأولمبية الحقوق، المادة 4 دي لم تكن موجودة في قانون الرياضة. لأنه أنا الحقيقة برضو يعني أنا مش عايز أخش في, في, في وجهات نظر وفي اختلافات في وجهات النظر، إنما الحقيقة برضو لا، أنا كنت أفضل التدخل الحكومي المصري عن التدخل الأولمبي الأجنبي. أنا شلت التدخل الحكومي المصري، وما شلتوش قوي بالمناسبة لا في القانون ولا في اللائحة الاستشارية. أنا ما زلت مكبل بحاجات كتير قوي من الجهة الإدارية المركزية. اللجنة الأولمبية الدولية بريئة تماما يا أستاذ سمير من أي حاجة من اللي بتحصل في هذا الكلام. واللجنة الأولمبية الدولية لو النادي الأهلي راح تقدم بشكوى للجنة الأولمبية الدولية دلوقتي بقول له إن اللجنة الأولمبية المصرية بتتدخل في شغلي، هعمل مشكلة للرياضة المصرية. لن نفعل ذلك، بنرجو الحل، بنرجو إن احنا نتوافق، بنرجو إن احنا نتناغم زي ما سيادة اللواء. احنا معانا رئيس اللجنة الأولمبية السابق يعني الدكتور محمود أحمد علي، يعني بقى لها علاقة باللجنة الأولمبية الدولية. اللجنة الأولمبية الدولية لها علاقة بس بلائحة اللجان الأولمبية الوطنية، ولا تدخل في أي قرارات بتاخدها الجمعيات الأممية للاتحادات والأندية. اللجنة الأولمبية الدولية يعني إذا كان الناس بتتكلم على اللجنة الأولمبية الدولية والأولمبيك شارتر، يجيبوا بند في الأولمبيك شارتر بيقول أن من حق اللجان الأولمبية الوطنية أنها تفرض الوصاية على الاتحادات أو على الأندية. مفيش كلام ده، في تعاون. اللجنة الأولمبية الوطنية تسأل فقط إذا كان في حالة تدخل حكومي على الاتحاد أو النادي، فبيسألوا اللجنة الأولمبية الوطنية هل في تدخل بحيث أنها تقدم المستند. أي نعم إن في تدخل، فبتاخد برأي اللجنة الأولمبية الوطنية فقط في هذه الحالة إذا كان في تدخل حكومي أو شكوى لتدخل حكومي. لكن ما فيش بند في لوائح اللجنة الأولمبية الدولية بتنص إن اللجنة الأولمبية الوطنية لها حق فرض أي سيطرة على الاتحادات ولا الأندية. علاقة اللجنة الأولمبية الوطنية بالاتحادات في الدورات المجمعة فقط اللي هي دورة الألعاب الأولمبية الكبار الشباب، دورة الألعاب الأفريقية، دورة الألعاب العربية، البحر المتوسط. غير كده في ايه؟ تنظيم ناحية اللبس، السفر، الكلام ده كله. لكن حتى فنيا لوائح اللجان الاتحادات كلها بتبعت للاتحادات الدولية، ولا علاقة اللجنة الأولمبية الوطنية بلوائح الاتحادات. بمعنى أن اللجنة الأولمبية الدولية لا تستطيع أن تتدخل في الفيفا في الكلام اللي حصل في الفيفا قبل كده. لم تتدخل ولا تستطيع أن تتدخل لا في الفيفا ولا في أي اتحاد تاني. بس الناس بتتشدق بالأولمبيك شارتر والإيقاف وأن مصر هتتوقف، كلام كله البلد ما بتتوقفش بجواب. وجميع جواب أنا من أول قلت أن القانون الدولة الرياضي يتبعت للجنة الأولمبية الدولية خاطئ. القانون الرياضة يتحط مدام يعتمد من مجلس النواب، ده يعتبر جمعية عمومية لمصر، وبعد كده الهيئات الرياضية تعمل لوائح طبقا لهذا القانون الذي اعتمد. لكن نبعت قانون بتاعنا اللجنة الأولمبية الدولية تقول خلوا الثمان سنين للجمعيات العمومية، لا، بجوابات. ده كان من أول غلط. وأنا الحقيقة بقول برضو لا علاقة اللجنة الأولمبية الوطنية بالأندية والاتحادات في تعليمات اللجنة الأولمبية الدولية اللي هي الأولمبيك شارتر أو اللي بيسموها الأولمبيك شارتر. شكرا. شكرا للأستاذ محمود أحمد علي الرئيس السابق للجنة الأولمبية المصرية، والكلام الذي لن يسمعه أو لن يهتم به
من لا يريدون الحقيقة. السؤال الثاني الأستاذ أحمد سعيد التحرير، إيه أبرز نقاط الاختلاف بين اللائحة الاسترشادية واللائحة الخاصة بالنادي الأهلي؟ طيب هناك يعني خلينا نتكلم مثلا نصاب الجمعيات العمومية، ده من أهم الحاجات. يعني احنا عاملين الجمعية العمومية العادية بحضور 5% من عدد الأعضاء أو 3000 عضو. احنا زي ما بنقول دايما، احنا عملنا الجمعية العمومية اللي فاتت في شهر مارس في جو رائع جدا وميزانية لم تتحقق في تاريخ النادي الأهلي تقارب المليار جنيه وحجم إنجازات غير مسبوق، وميزانية حاجة الحقيقة مشرفة، وكنا طالبين من أعضاء الجمعية العمومية إن هم يجوا يناقشونا، وكان عندنا حاجات بنود تستدعي المناقشة مع الجمعية العمومية مثل شراء أرض التجمع الخامس وإقامة فرع جديد في التجمع الخامس بندفع فيه حاجة 40 مليون جنيه أو حاجة 50 مليون جنيه. كل الكلام ده كنا بنتمنى إنه الجمعية العمومية تحضر. اللي حضر في الجمعية العمومية 800 واحد. ده برضو بيدي بيقول إنه ثقة من الجمعية العمومية. فيبقى طبقا للوائح القديمة إنه هذه الثقة كانت بتفوض مجلس الإدارة في سلطات الجمعية العمومية. المرة دي لا. وبالمناسبة أنا اتقالت لي من شخصية رياضية كبيرة جدا تساهم في وضع هذا الكلام، سألته النصاب قال لي لو لم يكتمل النصاب، ده كان قبل صدور اللائحة الاسترشادية، هيفوض الأمر لمجلس الإدارة. قلت له اللي أنا سامعه غير كده، قال لي لا يبقى هنقعد ونتكلم في هذا الموضوع. ولم تحدث هذه الأحداث ولم يحدث النقاش ولم يحدث أي اجتماع بالأندية وبالنادي الأهلي. وزي ما قلت إذا كان تم النقاش مع أندية أخرى ولما يتم النقاش مع النادي الأهلي فنحن لا نقبل ذلك. إذا كان لم يتم النقاش خالص فأنا أعتقد أن هذا خطأ وكلنا متفقين عليه، لأنه كان لازم يأخذ رأي الهيئات والمؤسسات الرياضية. الأستاذ إسلام أسامة الأهلي.com بيقول ليه حضرتك عايز تقلل عدد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بالرغم من أنه مجلس الإدارة منذ أيام الكابتن صالح سليم هو نفس العدد الكبير باعتباره إعداد كوادر جديدة للنادي الأهلي؟ لا هو اللي انا عايز اقوله، لا هو اذا كنا بنتكلم في كوادر جديده نتكلم في بند الثمان سنوات، انما الكوادر الجديده ما بتجيش في عهد الكابتن صالح. وانا حضرت مجلسين للكابتن صالح، كنت عضو معين في احدهما وعضو منتخب في احدهم. كان مجلس الاداره 10 وبيتم تعيين 3، فكان المعينين بيبقوا من ذوي الخبره، اسمهم كده كان في قرار التعيين من ذوي الخبره علشان يفيدوا المجلس فيما يريد المجلس. يعني كان المجلس 10 هو ده كان المجلس. احنا بنطالب ان المجلس يبقى 9، يعني انا بنزل النصاب ل9 لانه بالتجربة العملية اللي خاضها هذا المجلس احنا اكتشفنا انه المجلس كلما قل عدده، مش بمعنى انه بقى 3 أو 4، انما كلما كان عدده معقول. الجلسات كانت بتستمر لما كنا مجلس فيه 11 واحد، الجلسات كانت بتستمر 3 الصبح و4 الصبح، وكان بيطلع الاعلام برضو يقول هم بيعملوا ايه ل3 الصبح و4 الصبح، ونهاجم معاه في ذلك. لانه اذا اعتبرنا احنا بيخش لنا في مجلس الاداره على الاقل في الشؤون الاداريه 70 80 موضوع، وفي الشؤون الرياضيه 40 50 موضوع، وفي الشؤون القانونيه 7 8 مواضيع. اذا كنت عايز مجلس ينجز، واذا كنت عايز مجلس ياخد قرارات فورية وحاسمة وسريعة وجلسات لا تطول وخلافات لا تدب بين الأعضاء، المجلس لازم يبقى محكوم. وتسعة أنا شايف أنه 9 رقم مناسب جدا. لما كان بيتعين 3 من برة، الـ3 المعينين كانوا بيدلوهم عندما يطلب منهم ذلك، إنما ما كانش المعينين بيبقى ليهم نفس دور المنتخب ولا في المكتب التنفيذي ولا بيخشوا المكتب التنفيذي. وإذا كنا بنتكلم بصراحة شديدة جدا، المكتب التنفيذي هو قلب النادي وليس مجلس إدارة. مجلس إدارة بيعتمد قرارات بيعمل، إنما بيضطر يناقش حاجات كتير قوي بتأخذ أوقات طويلة جدا ليس لها معنى، وبيحصل
آراء. يعني أنا عايز أقول بنفيد بخبرتنا بنواقع ما حدث لنا. إحنا كنا مجلس 11 وبقينا مجلس 6. من لما بقينا 6 هذا برضو أنا مش عايز حد ياخد الكلام ده على محمل خاطئ. أنا عايز أقول إنه 6 بيقدروا يتحركوا أسرع بكتير جدا من 11 ومن 12، والتسعة هيتحركوا أحسن من 10. فكلما كان المجلس واحدة واحدة وكيان واحد وعدده معقول يتناسب مع الكلام ده، ممكن ما يزعل الناس عايزة 15 واحد عشان يرشحوا نفسهم في الانتخابات، ده موضوع ما يخصناش ولا يعنينا. الانتخابات لم تكن في أي لحظة من اللحظات نصب أعيننا في وضع هذا الكلام، إنما أنا لما بقول 9 بقول 9 لصالح المجلس ولصالح اتخاذ القرار، وكل هذا الكلام ثبت بالدليل القاطع. أنا ما بجيبش حاجة افتراضية، أنا بقول حاجة حصلت. كنا 11 وبقينا 6، لما بقينا 6 اتخاذ القرارات كان بقى أسرع، المجالس بقت أقوى، المجالس بقت عن فئة. ما بقولش بقى نبقى 6، بقول نبقى 9، بنبقى حاجة وسطية تتيح لينا انه لو حد تغيب، لو حد مش موجود، لو حد مسافر رئيس بعثة، يبقى المجلس قوامه 7 أو 8. انا شايف انه ده لأي مجلس إدارة مناسب جدا، وكلنا شايفين هذا الكلام، واعتقد انه اي واحد بينظر بمنطقية وبحيادية هيلاقي ان الكلام ده مظبوط. الأستاذ محمد أبو علي من موقع جريدة فيتو بيسأل: في ظل تعنت اللجنة الأولمبية، هل يمكن للنادي الأهلي أن يتقدم بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية؟ لا، ما يعني ما أعتقدش أن احنا هيصل الأمر إلى أن احنا نتقدم بشكوى للجنة الأولمبية الدولية، ولا هو ده النادي الأهلي ولا هي دي تقاليد النادي الأهلي. إذا كانت سوف تضر بمصالح الرياضة المصرية لن نتقدم بشكوى، لكن إذا كان هناك تعنت ضدنا في هذا الموضوع قد نتقدم بشكوى، إذا ما كانش في أي ضرر هيقع على الرياضة المصرية. الأستاذ عمرو كمال، جريدة أخبار رياضة، مؤسسة أخبار اليوم، بيقول: لماذا نستشعر أن هناك حملة إعلامية لتشويه صورة الأهلي، وما هي أصعب أو أهم أو أكبر الأكاذيب بخصوص لائحة الأهلي؟ لا، ما انا اعتقد يعني انا اعتقد ده مين اللي بعد السؤال؟ الاستاذ عمرو كمال هو اللي يقول لنا ما سبب هذه الحمله، الاعلام هو اللي عمل الحمله دي علينا يا استاذ عمرو. انما اللي انا عايز اقوله، هناك طبعا حمله انا شايف ان هي غير مؤثره. احنا اتعمل حملات اقوى من كده بكتير قوي علينا، وخضنا حروب اشرس من دي بكتير قوي، وقدرنا نعدي فيها، وقدرنا نخوض السفينة البر الأمان الحمد لله لحد ما نوصل للانتخابات وانتخاب مجلس بقى لا 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 يعني يبدأ مسيرة جديدة في النادي الأهلي. الحملة اللي علينا دي احنا عارفين ده وفي حقيقة كويس قوي، هي حملة مغرضة ليس لها أي أساس من الواقع، بتختلق أكاذيب زي أكذوبة الإقصاء والاستبعاد. هو من اللي أطلق هذه الأكذوبة؟ أنا مش عارف، يعني ما حدش حتى النهاردة عارف مين اللي قال إنه في إقصاء، ومين اللي قال إنه في استبعاد، ومين قال إنه في بند 8 سنين، ومين اللي قال إنه ما فيش بند 8 سنين. ما اللي يحلف على المصحف يحلف على المصحف. وبالمناسبة بقى، إحنا كان لينا رأي ورأي معظم أعضاء المجلس إنه بند 8 سنين كان من الواجب وضعه في هذه اللائحة، إنما إحنا رأينا درءا لأي شبهات وعشان لا يستغل هذا الموقف ويتقال أي كلام، لأن كان ممكن يتحط البند بتاع 8 سنين برضو بضوابط لا تقصي أحد، إنما لمجرد إنه الهجوم على المجلس هذا البند تحديدا المقصي محطوط في لائحة 2014 اللي حطها مجلس السابق. يعني أنا ما اخترعتش بنود، أنا شلت هذا البند تحديدا آملا من المجالس القادمة أو المجلس القادم إن شاء الله أنه يغير ويضيف هذا البند. رغم يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي هو في اللائحة الاسترشادية والكلام ده، الأنصبة
اللائحة ما نقدرش نغيرها إلا بعشر تلاف واحد. احنا قلنا جالنا 800 واحد في الجمعية العمومية السابقة. عشان تغير اللائحة دي اللي الاسترشادية اللي لو بقت ملزمة عشان اي مجلس قادم يغيرها محتاج 10,000 واحد في جمعية عمومية عادية بيجي فيها 800 وبيجي فيها 500 وبيجي فيها 1000. يبقى إذن هذه اللائحة الاسترشادية هتفضل لائحة النادي الأهلي مدى الحياة، مش هيقدر أي مجلس يجي يغيرها. قد يستطيع طبعا، إنما أقصد إن أنا أجيب 10,000 واحد في جمعية عمومية عادية ده كلام غير مظبوط. على واللائحة الاسترشادية دي يعني أنا ما أقدرش أغيرها بقى كنادي أهلي، واللجنة الأولمبية تقدر تغير فيها أي حاجة بقرار مجلس إدارة من اللجنة الأولمبية. بهذه الروح الطيبة وهذه الثقة أنا أتعشم وأنا واحد من اللي في النادي الأهلي أكثر من 20 سنة، يعني بغطي كل الأمور أكثر من 30 سنة. أنا عايز من حضرتك كلمة صريحة جدا عن انتخابات النادي الأهلي، وكلمة أخرى بكل الثقة وإنجازات سيادتك ونجومية الكابتن الخطيب، قول لنا رأيك في ترشيحنا مع كل الاحترام يا استاذ سمير، انت غني عن التعريف. انا طلعت من 4 أشهر في برنامج تلفزيوني، كنت في مقر الشيخ زايد وطلعت مع الاخ سيف زاهر وسالني هذا السؤال، وقلت له اي حد وانا على راسهم، اذا حد اتكلم عن انتخابات النادي الاهلي في هذا التوقيت يبقى ما بيحبش النادي الاهلي وما بيحبش هذا الكيان. يا استاذ سمير، انتخابات النادي الاهلي تبدا عند فتح باب الترشيح، وعندي اسبابي لذلك. انا ما بقولش كده لا مزايده ولا شعارات. انت سيادتك متخيل لو انا قلت انا هرشح نفسي في الانتخابات القادمه، ايه اللي هيحصل جوه هنا مع الاجهزه التنفيذيه والاجهزه الرياضيه والاجهزه الفنيه وكل هذا الكلام؟ هيحصل لغط شديد جدا، وقد يحدث اختلافات، لانه في ناس ممكن تقول لا انا مش عايزه محمود طاهر، وفي ناس عايزه محمود طاهر، ما ده جمعيه عموميه وهم اعضاء في الجمعيه العموميه. هينعكس الجمعيه العموميه على الاداره التنفيذيه، وسافقد سيطره مجلس الاداره على اداره شؤون النادي، وهو ما لا اقبله على نفسي سواء قلت انا نازل او مش نازل. اعتقد انه اي حد تاني عايز ينزل ويرشح نفسه في الانتخابات ده حق اصيل، وطول عمرها بتحصل في النادي الاهلي، وناس كانت بتنزل زي ما هي عايزه. ليه المره دي هناك مشكله في من يريد النزول؟ يعني اي حد عايز ينزل هينزل. ليه المره دي تحديدا احنا عايزين نعمل مشكله في مين نازل ومين مش نازل؟ اللي ينزل اهلا بيه وسهلا، بس ينزل بتقاليد النادي الاهلي عند فتح باب الترشيح، ولا يثير بلبله. وانا بقول انا على راسهم كمسؤول عن إدارة النادي في الفترة الحالية من خلال عضوية المجلس إدارة، أنا ما أقدرش النهاردة أخوض في موضوع الانتخابات وإلا سيفقد السيطرة على هذا النادي. فرقة الكورة، لا لا لا، لو أنا جيت قلت أنا مش عايز أنزل الانتخابات وفي لعيبة بنشتريها، مين أو في مدرب، يعني هيحصل مشاكل كتيرة جدا في التنظيم الإداري داخل النادي الأهلي لو أثير أي كلام ولو حتى إشاعة يا أستاذ سمير عن الانتخابات في النادي الاهلي. وهم ليه عملوها 45 يوم؟ عشان مش هيلحق يحصل حاجه في ال 45 يوم، انما ال 45 يوم بتبقى فتره كافيه جدا لكل مرشح انه يقدم اللي عنده ويقول برنامجه، وللجمعيه العموميه الحق في ان تختار ايا كان. انا استاذن حضراتكم بس بعد اذن حضرتك يا استاذ سمير. لن ننساق لذلك يا استاذ سمير. و أستاذ سمير أنا بستأذن حضرتك بس. ليس هناك شق لصف النادي الأهلي، ولن ننزلق إلى مستوى من يريدون شق النادي الأهلي. أنا بستأذن حضراتكم وبستأذن المهندس محمود طاهر
في هنا زملاء لينا يعني ملتزمين بمواعيد طبع، فارجو يعني عدم المقاطعه وانه الاجابات تبقى مختصره. اتفضل. عندي سؤالين المره دي، هم موضوعهم واحد عشان كده هقولهم الاول مع بعض. الاستاذ فتحي الشافعي اليوم السابع، ما موقف اعضاء الشيخ زايد النهائي بشان التصويت في الجمعيه العموميه؟ والسؤال الثاني من ريهام حمدي عطيه، موقع الملعب ومجله وشوشه، بتسال عن اعضاء زايد لهم حق التصويت. الذين لهم حق التصويت هم فقط من استكملوا فرق العضويه حسب كلام الوزير، ان الفروع دي اتعملت لزياده الدعم المادي، ولا يستحق لمن لم يستكمل فرق العضويه التصويت او الترشح طبقا للقانون. حضرتك عايز اعضاء زايد يصوتوا ولا الوزير هيعتبرها مخالفه؟ فيما يخص عضويات الشيخ زايد، نحن بصدد حكم قضائي، صدر حكم قضائي بأحقية أعضاء الشيخ زايد بالتصويت، وجلنا الصيغة التنفيذية لهذا الحكم، وأرسلته للجهة الإدارية، والجهة الإدارية لو سمحت بقى حد يحط الجواب ده بتاع الجهة الإدارية، الجهة الإدارية أرسلت إلى النادي الأهلي جواب بتقول له طبق الحكم لأن ده حكم قضائي. أنا لا أملك إن أنا منفذش حكم قضائي وإلا أتعرض. أفنم؟ يعني ما في عندي، هيبقى عندي ما هتحبس. فليه الحكم ناقص؟ ليه البند ناقص؟ حقهم في الترشيح والترشح، لان الحكم حقهم في التصويت وممارسه كافه حقوقهم كجمعيه عموميه وقت الجمعيه بس دون الاستمتاع بالافرع والاصل، ولكن المفروض ان الحكم بيقول حق زايد في الترشيح والترشح، اللائحه ما بتقولش كده. انا هنفذ انا هنفذ الحكم كما هو بمنطوقه. فيما يخص التصويت والترشح دي يجاوب عليها الشؤون القانونية الحقيقة، إنما إحنا أخذنا فيما يخص الشيخ زايد التصويت عشان الجمعية العمومية القادمة، لأنه أو كان عشان الجمعية العمومية السابقة في من واقع الأمر يعني، إنما فيما يخص الجمعية العمومية الخاصة اللي هم مسمينها خاصة برضو لا ينطبق عليه أي حاجة، إحنا أدرجنا الحكم اللي جه بمنطوقه. إحنا عارضيني على الشاشة الجواب ما الجواب اللي جاي لنا طبقا لمنطوق الحكم يعني. في عندي سؤالين يعني شبه بعض من الأستاذ شادي الجيلاني جريدة الجمهورية، أستاذ محمود يحيى قناة الأهلي، ما هي أبرز الاختلافات بين اللائحة الجديدة واللائحة القديمة 2014؟ اللائحة الجديدة واللائحة القديمة لا فيها اختلافات. يعني في اللائحة القديمة مثلا 2014 كان هناك 2 نواب لرئيس مجلس الإدارة، كان هناك اختلاف في أعضاء مجلس الإدارة، عدد أعضاء مجلس الإدارة، كل الكلام ده احنا حاولنا نوصل باللائحة الجديدة الى هي اقرب حاجه دي. واحده يا عماد بس بعدين ايه انتوا بتدوروا على ايه؟ انا عندي الجواب هنا اهو، ثانيه واحده. احنا هنوزع الجوابات على كل الساده الاعلاميين. احنا هنوزع الجوابات كلها، صوره من الجوابات كلها، على من يشاء من الساده زملائي، لكن عايز استكمل بس اسئله الزملاء. في فروق في اللائحه ده، مش موضوع لائحه 2014. ده الجواب اللي جاي لنا من وزاره الشباب والرياضه او مديريه الشباب والرياضه، بيقول لنا نفذ الحكم بالصيغه التنفيذيه. وادراج
في كشوف الجمعية العمومية. الخلافات اللي في اللائحة كلها، في أي لائحة يا جماعة برضو عشان خلينا يعني، اللائحة الاسترشادية فيها حاجات كويسة ما عندناش مشكلة فيها، في دباجات بتبقى هي هي في كل اللوائح وفي كل، إنما في حاجات معينة بتبقى يعني. أنا هدي مثال، فمثلا إحنا أضفنا في اللائحة بتاعتنا شركات مساهمة، إنشاء شركات مساهمة وإنشاء مستشفيات رياضية وإنشاء وأكاديميات. قيادة اللائحة في اللائحة الاسترشادية مثلا قيادة الحق ليا في إنشاء هذا الكلام. التعاقد مع شركات التأمين مش موجودة في اللائحة الاسترشادية حطيناها. أداء الخدمة العسكرية، مكان انعقاد الجمعية العمومية، دي النقاط الرئيسية. إنما في الدباجات بتختلف من بند لبند حسب احتياج البند للدباجة نفسها. إنما هنوزع اللائحة وهنوزع، للأسف ما عندناش نسخ كتير من اللائحة 2014، إنما الفرق الرئيسي هو في بند الثمان سنوات. احنا شلنا بند الثمان سنوات من اللائحة 2014 اللي كانت تقصي بالناس كتير يخشوا الانتخابات. طب بمناسبة هذا البند، الأستاذ محمد سيد من الأخبار المسائي بيسأل، هل البند ده 8 سنين كان موجود وانتوا شلتوه بعد الهجوم أو الانتقادات اللي اتقالت، ولا انتوا من البداية مش عايزين هذا البند؟ لا، أنا عايز أقول حاجة يعني مهمة جدا. أولا برضو أنا عايز أتكلم في مواضيع مهم أو موضوع مهم جدا، في موضوع شيل البنود وحط البنود وإيه هذا الكلام. بيخش فيه ناس كتير جدا، اللائحة اللي بيضعها مش بس قانونيين ومش بس خبراء ومش بس، بيضعها برضو إدارات تنفيذية وبيضعها مجلس إدارة وبيضعها ناس كتير جدا بيتم استشاراتهم. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، واحد زي الدكتور محمد فضل الله، هذا الرجل الحقيقة ساعدنا كتير جدا وساعد الناس اللي حطوا لائحة 2014 أياميها، وتم الاجتماع به كذا مرة، والحقيقة الرجل فرغ لنا وقت كتير جدا عشان يدينا رأيه، لأنه هو كان عنده فكرة وخلفية عن لائحة 2014 وعنده فكرة. هو رجل خبير لوائح ورجل بيعمل مستشارا بما يوازي مستشار وزارة الشباب والرياضة في حكومة الإمارات دلوقتي، يعني رجل له خبرة وباع في القوانين واللوائح، رجل فاهم، استعنا به وتم الاستعانة به في اللائحة السابقة عشان نطلع بلائحة. بنستعين بأي حد ممكن، واستعنا بإعلاميين واستعنا بالدكتور ياسر أيوب واستعنا بكل من يمكن الاستعانة به لوضع لائحة تليق بالنادي الأهلي ومنقاة من أي شوائب عشان محدش يقول اللائحة دي فصلت. اللائحة دي مجلس الإدارة أقرها باستشارات قانونية واستشارات إدارية واستشارات تجارية وبكل الاستشارات الممكنة. اللائحة دي دورها أو اللجان التي شكلت دورها أنها تقدم لمجلس الإدارة، ومجلس الإدارة له الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا فيما يخص هذه اللائحة. فاضل بس سؤالين اتنين بس، سؤال خاص باللائحة وسؤال بعيد عن اللائحة. السؤال الخاص باللائحة، الأستاذ أحمد الدرملي جريدة الشروق بيقول، هل في أمل أو احتمال أن يقبل الأهلي أن يعقد جمعيته الخاصة بيوم واحد، أم سيتمسك حتى النهاية بإقامتها على مدى يومين في مقري الأهلي في الجزيرة ومدينة نصر؟ احنا حتى الآن واخدين القرار بيومين في المقرين، وبرضو ده قرار لا نعاند أحدا ولا نريد الإساءة لأحد. احنا فوضنا من اللجنة الأولمبية برضو اللي أنا معرفش هي تملك إيه عشان تفوضني أو ما تفوضنيش، إنما فوضنا باتخاذ ما نراه مناسبا كمجلس إدارة في إجراء الجمعية العمومية الخاصة، وخدنا قرارنا إنه تيسيرا على أعضاء الجمعية العمومية وتحفيزا لأعضاء الجمعية العمومية إن هي تكتمل وتقر لائحتها الخاصة، إن إحنا نعمله على يومين وفي مقرين. جالنا جواب برضو بيقول لا ما تعملوش. أنا عايز أعرف ما هو السند القانوني. لو ما جاليش سند قانوني بيقول لي إن أنا ما أقدرش أعمل هذا الكلام، فإحنا مستمرين بيومين في مقرين من اللجنة الأولمبية. برضو أنا لا أعرف من أعطى اللجنة الأولمبية حق رفض
حاجه بيقرها مجلس اداره لجمعيه عموميه للنادي الاهلي. احنا كده انتهت اسئلتنا باللائحه، بس انا يعني باعتباري اعلامي مش اداري، فمنحاز لزمايلي اكتر، وهم في كذا حد منهم الاستاذه رباب سعيد بدر في تلفزيون الكويت، هم شايفين ان الصعب جدا يبقوا في حضره رئيس النادي الاهلي وما يبقاش في سؤال عن البطوله العربيه، وانا عارف ان حضرتك ده الاجتماع خاص باللائحه ولا يجوز الخروج عليه، لكن الاعلاميين دايما ليهم حق الاستثناء، فده يبقى اخر سؤال لينا، تعليق حضرتك على البطوله العربيه. تعليق فني يعني ولا يعني اللي انا عايز اقوله، احنا قرار دخول الاشتراك في البطوله العربيه تم لاسباب وطنيه وسياسيه، لانه عدم وجود النادي الاهلي في هذه البطوله كان سيؤدي الى افشالها، وكان راي الجهاز الفني عدم الاشتراك. احنا اللعيبه بتاعتنا بقى لها 3 سنين لم تاخذ يوم واحد من الراحه، وتم الاتفاق مع الجهاز الفني عند قرار الاشتراك في البطوله العربيه ان البطوله دي ليست هدفنا البطوله. احنا النادي الاهلي كل مره بينزل بيقول هدفنا البطوله، طبعا، انما احنا كان يهمنا حاجات تانية كتير قوي اهم من البطوله بالنسبه لنا، وطلعنا من هذه البطوله بمكاسب كبيره جدا جدا جدا، من اختبار اللعيبه اللي احنا عايزين نشوفها، من حاجات كتير قوي. النهارده الحمد لله النادي الاهلي يمتلك فريقين على اعلى مستوى نقدر نخوض بيهم بطولتين مستقلتين، ودي كانت حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا. عمليه بقى انه حصل ان احنا خسرنا بالطريقه اللي احنا شفناها كلها، وكان فيها التحكيم جزء كبير منها، وكان فيها حاجات كتير قوي، انما احنا كان غرضنا من الاشتراك في هذه البطوله حاجات تانية كتير كسبناها بغض النظر عن فوزنا بالبطوله. في النهايه انا بشكر المهندس محمود طاهر، كل هذه الاسئله اسئله زملائي لم يعني ما كانش محمود طاهر عارفها عشان يجهز اجابات. بشكره على الحديث الصريح، الحديث من القلب. بشكر الساده اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، بشكر كل ضيوف النادي الاهلي الكبار، بشكر كل زملائي. في حد عايز اتفضل. اتفضل. طبعا كل الكلام ده فؤاد بيه في مجلس الاداره القادم ستكون هناك ندوات في الجزيره وفي مدينه نصر. هيكون في ندوات لاعضاء الجمعيه العموميه هنا، وهنلف احنا كمجلس اداره وكادارات تنفيذيه لتوعيه الجمعيه العموميه ولاهميه اللائحه ولاهميه اعتماد اللائحه، بغض النظر بقى يوم ويومين وايا كان، انما لابد من الجمعية العمومية أن تحضر. يا ريت نقدر نخلصها في يوم وبخمسين ألف واحد، مش ب 12500. إنما كل هنكلف كل المسؤولين في النادي بما فيهم أعضاء مجلس إدارة بتحفيز الجمعية العمومية وبالاتصال بأعضاء الجمعية العمومية، علشان موضوع مهم جدا بالنسبة لهم إن هم ييجوا في التوقيت ده ويصوتوا على لائحتهم الأساسية. اتفضل يا بيه. يا محمود بيه، انا دكتور نبيل فاروق التركي، انا اولا عضو النادي وتاني حاجه صحفي. بشكر حضرتك على الانجازات اللي انتوا حققتوها داخل النادي الاهلي، ربنا يخليك. واللي انا عايز اقوله لحضرتك، بس عايز من حضرتك توضيح صغير. دلوقتي هم قالوا 12500 حضور، الجمعيه اللي فاتت حضرتك اللي فضلوا جوه القاعه 800، ولكن اللي حضروا اكتر من 5-6000، فانا عايز اعرف 4200 او يعني تقريبا. انا مش متذكر الرقم. فانا عايز اعرف حضرتك، لان في ناس كبيره ومن ضمنهم مثلا زي والدي وناس كتير حضرتك كبيره بتيجي بدري بتحضر توقع وتمشي، وده اللي هيحصل. وده اللي هيحصل ساعات. فانا عايز اعرف برضه صوتك وتمشي على بالظبط. انا عايز اعرف حضرتك، هل انت مجبر انك تقعد الناس لغايه الساعه 3 ولا اللي يجي يمضي ويمشي؟ اللي يجي يمضي ويمشي. طب ما حضرتك اللي يجي يمشي اعضاء النادي الاهلي اكتر من 100,000 وحيين. بنتمنى ذلك، بنتمنى ذلك ان شاء الله. اشكركم وكل الساده الضيوف.
نرجوكم يعني نشرب قهوة مع بعض ونكمل كلامنا، ولو ان المهندس محمود طاهر بس بيعتذر عن اي حوارات تلفزيونية بعد المؤتمر، لكن نقعد نتكلم مع بعض ونشرب قهوة مع بعض وعيش وملح.